ومحدودية الدعوات، يسعدنا أن يكون معنا أخصائي علم الاجتماع الأسري السيد مفيد السرحان. يسعد مساك. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا فيك. يعني هل تعتقد بأنه كورونا فعلا غيرت كتير بالعادات الاجتماعية المتعودين عليها، خصوصا الأفراح والمناسبات؟ نعم، يعني هو حقيقة يمكن الناس دائما منظروا للآثار السلبية لجائحة كورونا وهي كثيرة، لكن أيضا في آثار اجتماعية أنا أعتقد أنها بدايات لتغيير اجتماعي إن شاء الله أنه يستمر ويدوم. وجزء من هذا التغيير بتعلق بموضوع الزواج. إحنا على سبيل المثال حتى أبدأ كلامي بالرقم، يعني في عام كورونا، العام الأول طبعا من كورونا، عام 2020، أظهرت الإحصائيات أن هناك في نسبة زيادة في عدد عقود الزواج، وإن كانت النسبة ليست بالكبيرة، يعني كان عندنا 50 عقد زواج زيادة عن العام 2019، لكن هذا مؤشر أعتقد في ظل هذه الظروف مؤشر جيد، الناس أقدموا على الزواج. وأنا بعتقد أنه الظروف الاقتصادية كانت دافع للكثيرين وهم يفكروا بالزواج باعتبار أنه التكاليف أصبحت أقل. طبعا هذا تغيير، يعني احنا بنقول تغيير إجباري، لأنه تعرف في ظروف الوباء وأوامر الدفاع ومنع التجمعات، كل هذه أجبرت الناس إلى اللجوء إلى التقليل، لكن احنا بنتأمل أنه هذا التغيير يستمر. في مؤشرات يعني أعتقد أنها إيجابية عند كثير من الناس، أنه أصبحوا حتى الآن يستمروا على هذه العادات، سواء العادات الزواج اللي بتبدأ من الخطبة. يعني إحنا الجاهة كانت كثير من الناس يعني يشارك في جهته عدد كبير من الأشخاص، الآن أصبحت أعداد الجهات يعني محدودة، وكما قلت وأؤكد نأمل أنه يستمر هذا الأمر. أيضا حفلات الزفاف الحضور فيها محدود إلى حد ما، وهذا يمكن كان مطلب عند كثير من الناس، أنه إحنا لازم حتى في الظروف العادية يكون عندنا توجه لتغيير العادات السلبية اللي بتأثر على يعني حياتنا العادية. صحيح أنه الناس بيحبوا يفرحوا ويشاركوا أهل العريس والعروس في الفرح، لكن أنا بقول أنه كان عندنا مبالغات كبيرة سواء في أعداد الحضور أو في حتى تكاليف الزواج. تكاليف الزواج اللي هي يعني جزء منها تكاليف حفلات الزفاف، طبعا في جزء منها المهور، توابع المهور، في السكن، في جهاز العروس، في الوليمة اللي كان البعض يصر عليها وتكلفوا آلاف المبالغ، هذا كله جاءت جائحة كورونا حتى أنه تلفت نظرنا كمجتمع أردني أنه في عنا عادات سلبية، علينا أنه نبدأ نسعى لتغيير هذه العادات. أنا بقول أنه في بداية تغيير، لكن التحدي أنه تستمر هذا التغيير، يستمر هذا التغيير الإيجابي. ودائما المجتمعات الحية، وإحنا الحمد لله في المجتمع الأردني مجتمع حي، دائما الظروف الصعبة تفرض عليها أنها تعمل نوع من التغيير، وهذا شيء إيجابي. يعني دائما في سلبيات، لكن أيضا في المقابل في إيجابيات، يعني في مراجعة للعادات، في مراجعة للتقاليد، في مراجعة الإنسان لنفسه لسلوكه، وإحنا وجدنا أنه هذا جزء من التأثير الإيجابي. أيضا كان في أن عادات اجتماعية كثير مثل العونة والفزعة والتكاتف الاجتماعي والتعاون اللي برزت بشكل كبير جدا في مجتمعنا الأردني الخير الطيب. صحيح صحيح. أيضا يعني كلنا بنعرف أنه الفتيات يعني بيكون حلمهم بأنه يكون عندهم عرس كبير وأنه يكون في احتفال كبير، والظروف الاقتصادية يعني كانت عند كثير من الشباب صعبة من زمان، لكن الآن مع جائحة كورونا صار في هذا التساهل، أو أنه يعني صاروا يقبلوا الفتيات أنهم يتنازلوا عن هذا الموضوع، يتنازلوا عن الحفلات. هل برأيك هو سببه أنه عادة الإنسان بسلك سلوك الجماعة، يعني هو نوع من أنه الانخراط في المجتمع وأنه عم نعمل زي ما الكل عم بيعملوا، ولا إيش بالضبط تفسيره حسب علم الاجتماع؟ يعني أنا بقول في التيارة أنه أنا بسميه هذا نوع من التوجه نحو الوعي. يعني أصبحنا إحنا كنا كمجتمع أردني أصبحنا في ظل هذه الجائحة نميل إلى وعي أكثر من السابق. يعني المقولة المشهورة اللي كنا نقول فيها أنه دوام الحال من المحال، هذا مش بس بنطبق في ظروف الزواج وظروف كورونا، يعني المجتمعات دائما معرضة إنها تتأثر بتغيرات، جزء منها تغيرات إيجابية أو سلبية. النظرة أصبحت أكثر واقعية للحياة ومتطلبات الحياة. الأمر الآخر هو إحنا ليش الفرح ارتبط مش بس في ذهن الفتيات والعرائس، حتى في ذهن المجتمع، إنه الفرح مرتبط بثقافة الاستهلاك. يعني كل الواحد، كل مكان الواحد بينفق أكثر بيعتقد إنه فرحه بده يكون أكثر، وهذه معادلة خاطئة. الفرح يعني شعور نابع من داخل الإنسان، من قلب الإنسان، وبالتالي من أراد أن يفرح ليس بالضرورة أن ينفق المال الكثير. الأمر الآخر، إحنا ممكن نشارك بعضنا البعض بالفرح،
لكن أيضا ما يكون النفقات كبيرة سواء على صاحب الحفل أو الحفلة أو على المجتمع. طيب ما هو بالمقابل الناس لما بروحوا بيحضروا الحفلة بيتكلفوا، وبالتالي فيها تكاليف زائدة على الفريقين. إحنا مدعوين جميعا أن نستثمر هذه الظروف وأنه نفكر بشكل جماعي، وأنا بأكد وبقول أنه هذا بداية للتغيير الإجتماعي الذي نرجو أن يستمر ويدوم، وأنه إحنا نفكر بواقعية أكثر. إحنا عندنا يعني من باب الأرقام والإحصائيات أيضا، عندنا متوسط سن الزواج الآن للذكور يقارب 30 عاما، بالنسبة للإناث الآن المتوسط يزيد عن 28.5 سنة. في عنا على سبيل المثال إحصائية احنا قمنا فيها قبل يمكن سنتين والآن الأعداد زادت، في عنا في المجتمع الأردني ما يزيد عن 140 ألف فتاة أعمارهن تجاوزت 30 عاما ولم يسبق لهن الزواج. احنا في عنا مشكلة، المشكلة جزء منها صنعناه احنا بأنفسنا بعاداتنا وتقاليدنا اللي صعبنا الزواج وللأصل يكون متيسر. أنا أؤمن وأدرك أنه في متطلبات للزواج أساسية، يعني مثل المسكن، الحد الأدنى من المعيشة، لكن تكاليف الزواج إحنا بنبالغ فيها. هذه جائحة كورونا فرصة لنا جميعا أنه نراجع حساباتنا ونقول الحياة ممكن أن تستمر والفرح ممكن أن يستمر. طيب الناس اللي تزوجوا في ظل الحظر، نعم. هذول الناس يمكن حضورهم كان عشرات أو 10 أو 15 شخص، أنا بقول لهم فرحوا وجزء من أقاربهم وأصدقائهم وصديقاتهم شاركوهم الفرح حتى عن بعد. يعني صار في عنا تفكير إيجابي أنه ممكن يبث الحفل مثلا أونلاين والناس تشارك بالفرحة. هذه كلها الظروف تفرضها علينا، لكن المهم أنه إحنا نتقبلها ونستوعبها، نعم. ويكون في عنا تغيير حقيقي مستقبلي. نعرف مثل الشهير اللي بيقول العتب على قد المحبة، يعني ما زال بعض الأشخاص بيعتبوا على الناس اللي عم بتكون حفلاتهم صغيرة وتقتصر على العائلة المقربة، فكيف ممكن عائلة الأشخاص اللي عم بتزوجوا العرسان إنه يتعاملوا مع الناس اللي عم بيعتبوا عليهم؟ كيف ممكن يوصلوا لهم اعتذارهم بطريقة يعني تضمن إنه العلاقات تضلها مستمرة وما يكون في مشاكل، ما يكون في زعل؟ جميل. يعني هو الأمانة أنه إحنا عادات الزواج مثلا هي بحكمها الواقع المجتمع، يعني أحيانا العريس والعروس ما بيكون هم مايل لعمل حفلة كبيرة، لكن أول ما بيفكروا بيقولوا شو المجتمع راح يتحدث عنه، شو راح يقولوا عنه، هل هو بخل، هل هو عدم رغبة في مشاركة الآخرين في فرحهم. فالقضية متعلقة بمجموع الأشخاص وليس بشخص واحد، لكن أنا بقول أنه إحنا بحاجة إلى البداية. البداية الآن بدأت، انطلقت سواء من العرسان أو من العرايس أو من الأهل. علينا جميعا نتفهم هذه المتغيرات التي يجب أن تحدث في مجتمعنا، ونعذر بعضنا بعض في تقليل التكاليف وتقليل عدد المدعوين. إحنا في المقابل شفنا أنه بعض الحفلات حتى في بداية جائحة كورونا كانت سبب في انتشار الوباء، وبالتالي الآن التجمعات فيها نوع من الخطورة، بل فيها خطورة كبيرة. وأنا بقول أنه في عنا أشكال أخرى للفرح، يعني إذا اقتصر الحفل على المقربين جدا من العروسين ضمن الأعداد المحدودة، الآخرين ممكن على سبيل المثال أنا ضربت مثال بث الحفل أونلاين، وممكن الآخرين يشاركوا بهذه الفرحة، ممكن يذهبوا لاحقا ضمن الإجراءات ويباركوا للعروسين في بيتهم، ممكن أنهم يقدموا الهدية أو النقود حتى وهم بعيدين عن حفلة الزفاف. بدنا مشاعرنا وتوجهاتنا تتغير كما قلت وأؤكد لمفهوم الفرح. الفرح شعور داخلي ينبع من داخل الإنسان وليس فكرة مصطنعة تأتينا من الخارج مرتبطة بعدد الحضور. والله كلنا بنحب أنه نشارك يمكن بالعراس ونفرح ونقدم التهاني للجميع، لكن قبل حتى كورونا، طيب هذا له تكلفة كبيرة. هو عندنا كثير من الشباب والفتيات غير قادرين على الزواج. في عندنا أيضا ملاحظة أخرى يجب أنه إحنا ننتبه لها، في عندنا جزء من الشباب بيعملوا عقد الزواج وما يستطيعون يتمموا متطلبات الزواج بسبب التكاليف المادية، فبيرجعوا للطلاق قبل الدخول، وهذا أيضا بتعطينا مشكلة. إحنا مطلوب منا جميعا كل أفراد المجتمع أنه يكون في عنا وعي، يكون في عنا تقدير حقيقي لمتطلبات الفرح، وأيضا ما هي الإمكانية المتاحة لدى الشريحة العظمى من الشباب والفتيات. إحنا معروف أن مجتمعاتنا فيها فقر، فيها بطالة، فيها تدني مستوى الدخل، لكن الزواج حاجة أساسية للإنسان سواء الشاب أو الفتاة، فعلينا جميعا أن نفكر وأن ييسر هذا الأمر للشباب والفتيات ضمن الإمكانيات المتاحة اللي غالبية الشباب والفتيات يستطيعوا عليها، لأنه
عكس ذلك يعني مزيد من تأخر سن الزواج، مزيد من المشكلات الاجتماعية، مزيد من الطلاق قبل الدخول، وهذا كله بالتأكيد سيتأثر في مجتمعنا سلبا. فالفرح بنأكد وبنقول أنه هذا شعور يجب أنه إحنا نتبادله حتى لو لم نشارك في حفل الزفاف اللي بيقيمه الشخص عن قرب. سبق وتحدثت عن نقطة أنه التحدي هو أنه نتخلى عن ربط الفرح بالثقافة الاستهلاكية، يعني الفرح مش مرتبط بأنه قد عم ننفق لهذا الزفاف. فبرأيك هيك قراءتك للمشهد العام وللمجتمع الأردني، هل تعتقد بأنه مظاهر الأفراح والمناسبات ستعود كما كانت من قبل بتكاليفها العالية بعد انتهاء الجائحة؟ يعني أنا أولاً يعني كمختص وعامل في هذا المجال أتمنى من كل قلبي إنه هذه العادات والتقاليد لا تعود، لكن إحنا بحاجة في خلال هذه الفترة اللي ما زال فيها يعني جائحة كورونا منتشرة إنه نعمق الفهم بشكل أكثر، سواء من خلال وسائل الإعلام، من خلال العائلات، من خلال الأقارب الأصدقاء، إنه هذا تكاليف الزواج هي تسبب لنا مشكلة سواء في كورونا أو في غير كورونا. أنا لدي أمل كبير وبأكد لدي أمل كبير إنه هذه العادات إن لم تستمر كما هي على الأقل إنه نكون إحنا استفدنا منها دروس وعبر وقللنا وخففنا عادات كثيرة من اللي تساهم في رفع تكاليف الزواج. لكن لا أخفيكي إن أنا لدي تخوف إنه الناس يعني للأسف الوعي ليس مستمرا، يعني هذه قضية في فرق بين ما إحنا نمارسه ونطبقه بالإجبار بأوامر الدفاع وبين ما إحنا بنمارسه عن قناعاتنا الذاتية. للأسف كثير منا يعني هو ينفذ ما يملي عليه المجتمع حتى بغير قناعة، يعني تجدي أنه كثير من الأشخاص، وهذه إحنا من خلال عملنا يعني في العمل الاجتماعي بمر عنا ناس كثير، هو يذهب للاستدانة لكي يرضي الناس ويؤمن لهم متطلباتهم، يعني يوم الحفل بكلفه كذا ألف دينار وهو ليس لديه قدرة، لا العريس ولا العروس. كثير من العرسان للأسف يعني بتزوج وحتى بتندروا عليهم، بنجيب المولود الأول يمكن الثاني وهو ما زال يسدد في ديون الزواج، كيف الأسرة بها تستقر؟ يعني علينا دائما أنه نفكر أنه إحنا هذه الأسرة يجب أن تنشأ بطريقة صحيحة وأسس سليمة وأن تستمر، وأيضا تستمر بنجاح، مش بس تستمر مجرد علاقة بين طرفين، لا تستمر ناجحة. الأمور المادية تعيق الزواج ابتداء وتؤثر عليه عند تنفيذه، وأيضا تستمر تبعاته السلبية للأسف بعد الزواج ربما بسنوات. صحيح. أخصائي علم الاجتماع الأسري مفيد السرحان، شكرا لك وشكرا لوقتك. تحياتي. أهلا وسهلا. برنامج مروحين مع يارا جبان برعاية